طيب خلينا نروح لفريق كرة السلة رجال. طبعا فريق كرة السلة رجال بيلعب طبعا دور ال 16 مع فريق جزيرة الورد. طبعا احنا بنحيي فريق جزيرة الورد هنا طبعا لانه فريق لسه صاعد وبيأدي اداء رائع في الدوري، والحقيقة لازم نشيد بيه طبعا ابناء مدينة المنصورة، بنشيد بيهم، ربنا يوفقهم يا رب. النادي الاهلي فاز في المباراة الاولانية كبار ومرتبط، وفاز النهاردة المرتبط 50-22. كنا بعد مباراة المرتبط حسمنا خلاص التأهل لدور الثمانية. الفريق بتاعنا الكبير لسه الماتش خلصان منذ لحظات بنتيجة 101-54. طيب النادي الاهلي تأهل، هيعمل ايه النادي الاهلي؟ هيستنى اللي هيفوز من الزمالك والاتصالات عشان يقابله في دور الثمانية، ولكن المباريات دي هتتلعب، هما بيلعبوا مع بعض دلوقتي الزمالك والاتصالات، هنشوف مين اللي هيكسب وهنبتدي نقابل الكسبان منهم. بس بعد توقف هيكون المنتخب اتجمع عشان عنده اشتراكات، فهيبقى غالبا في النص الثاني او يمكن في يعني بعد 10 اواخر 11، النص الثاني من 11 يمكن بعد 20 كمان هتبقى مباراه دور الثمانيه. كاميرا الابطال زي ما يعني وعدناكم بنكون في كل حدث، كاميرا الابطال كانت مع المباراه الاولى او كانت مع الفريق في المباراه الاولى مع جزيره الورد، صورنا التقرير ده ورجع لحضراتكم. ابتديت اخد فرصه السنه دي مع كابتن اشرف توفيق من اول سيزون، من بعد ما رجعت من معسكر المنتخب هو استدعاني انا ومحمود وليد وكذا حد تاني من افراد المنتخب برضه كانوا بيلعبوا في المنتخب في النادي الاهلي. ابتديت اتمرن معاهم من اول لما بداوا، وكنا ناقصين في الاول، بعد كده الصفقات ابتدت تيجي ومحترف جه لسه، وابتدينا سيزون جميل يعني، وعاملين انتصارات جامده وعاملين ماتشات حلوه، وكابتن اشرف ظابطنا يعني السنه دي. طبعا اطمن الجمهور، الحمد لله الصفقات كلها وصلت وكلها نزلت تمرين، وتقريبا برضو كلها نزلت الماتشات. أليكس كمان المحترف بتاعنا الحمد لله وصل من امريكا، ففرقه اخيرا كلها كملت، وان شاء الله يعني يبقى موسم كويس بكل العناصر اللي عندنا. دايما اللي يقول يعني يلبس تيشيرت النادي الاهلي اكيد بيحس بالفخر، يعني انا مبسوط جدا ان انا بلعب للنادي الاهلي. ناس كتير بتشجعك، ناس كتير مستنيه منك كتير ومستنيين منك بطولات، فده بيحط عليك ضغط، بس ان شاء الله نكون قد الضغط ده يعني ان شاء الله. الجميل اللي عمله الكوتش اشرف انه استعان بالشباب والناشئين في المباريات دي عشان يكتسبوا الخبره عشان يعمل جيل قدام. كل التوفيق طبعا لفريق كره السله رجال. هنروح من الرجال